اهلا بيكم. النهارده حلقه مهمه جدا عنوانها الحول. عايز انبه لنقطه مهمه قوي. ناديت انا زمان وما زلت بنادي انه دائما البرنامج الطبي في اي مكان يتعمل لازم يكون المدير له او اللي بيدير الحوار فيه لازم يكون دكتور. لازم. ليه؟ لانه هو اللي بيضبط الحوار الطبي، هو بيبقى عارف الحوار الطبي ماشي فين. وطبعا المدير دي تعني اللي بيختار ضيوفه، اللي بيختار مواضيعه، يعني تشمل اشكال كثيره جدا، اللي بيراقب الكلام بعد ما بيتقال لازم يكون دكتور. ليه بقى؟ هكلم بمنتهى الصراحه، لانه الحول في بعض الممارسين قدموا اساليب علاجيه للحول ما انزل الله بها من سلطان. مش كلامي انا مش متخصص في العيون خالص، ده كلام جمعية الحول الخاصة بالأطفال أو جمعية عيون طب عيون الأطفال. دي جمعية فيها أساتذة كبار جدا متخصصين في عيون طب أو طب عيون الأطفال. تواصلت معانا بشكل مباشر جدا وبعتت لنا منشورات بتقول إنه الليزك ليس من الأساليب العلاجية المعتمدة للحول. طب تغطية العين أسلوب معتمد للحول، النظارة أسلوب معتمد للحول، أساليب علاجية. رغم جاذبية كلمة ليزك وعدم جاذبية تغطية العين، ويخرج بعض الناس لتقول لا تتغطي العين وتعمل العين يبقى عامل زي القرصان. لا العين يبقى زي القرصان، الطفل يبقى عامل زي القرصان بس ده لصالحه، لمصلحة الطفل، مش اعمل له ليزك وبوظ له عينه بعد كده. فخلي بالكم انه عدم انضباط الحوار العلمي في بعض الشاشات ده كارثه. انه اللي بيتكلم ليه كارثه؟ لانه بيجي من اللي بيتكلم بيقول رايه اللي قد يكون خاطئ وقد يكون معترض عليه كل الجمعيه العلميه الخاصه بطب عيون الاطفال، واللي قدامه لانه مش عنده المعلومه الطبيه ما بيردش، بيسقف. ليه؟ لانه مش دكتور. يا جماعه دايما اقول لما يكون مثلا حد بيتكلم في الموسيقى، مين افضل برنامج اتعمل في الموسيقى عبر التاريخ؟ البرنامج اللي عمله الله يرحمه عمار الشريعي، غواص في بحر النغم. ليه؟ لان عمار الشريعي كان موسيقار عبقري، فكان لما بيتكلم عن اي موسيقى هو بيتكلم عن علم. احنا لما بنقول لازم البرنامج الطبي اللي يكون بيتكلم فيه دكاتره مش اي اعلام وخلاص. زي كوره، ليه كورة اللي بيقدمها الكباتن اللي لعبوا كورة أو كانوا مدربين كورة مش لازم يكونوا لعيبة حريفة كانوا قوي، بس على الأقل كان لعيب كورة عشان يقول آه والله الكلام ده صح ولا غلط في الكورة، ده الكورة اللي الناس كلها فهماها. لكن هي علم برضو، علم معقد. لكن الطب بقى اللي هو يعني ده مش علم عادي، ده علم شديد التعقيد. وأكيد ضيفي سيشاركني هذا الرأي، قيمة العلمية الكبيرة، واحد من السوبر ستارز اللي عالم العيون، وبلا شك اسلوبه الشرحي بيبقى مبهر جدا ليا، الاستاذ الدكتور محمد برافو، استشاري طب وجراحات العيون وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا ومؤسس ورئيس مجلس اداره مستشفى بيرفكت فيجن لجراحات العيون والليزك، عضو الجمعيه الاوروبيه لجراحات الشبكيه والجسم الزجاجي والجمعيه الاوروبيه لجراحات المياه البيضاء وتصحيح الابصار. ضيف العزيز، اهلا بك. اهلا وسهلا دكتور. منور دكتور برافو. سي يا فندم. عايز اسمع تعليقك الاول على الحول، الاول عرف لي او في النص كده، لانه مش من الاول هندخل سخنين، بس الاول عرف لي ايه هو الحول، اسباب الحول، احدث طرق الحول، واحنا بنتكلم على احدث طرق الحول بقى هتكلمني على الصح والغلط، وخصوصا في الاعلام اللي انت بتشوفه اكيد وبتتابعه رغم مشاغلك، لكن اكيد بيوصل لك. الحقيقه قبل ما نبدا في الحول احب اشكر حضرتك على دعوه كريمه في هذا البرنامج الطبي الراقي. اشكرك على قبولك دعوتي. واللي يضيف لي الحقيقه جوهر قوي جدا هو ان المحاور في البرنامج في الاصل طبيب. اشكرك. ودي نقطه مهمه جدا جدا في اللي حضرتك بتتكلم فيه. النقطه الثانيه اللي احب انوه فيها في اول الكلام، زي ما حضرتك قلت في طرق كتير جدا لعلاج الحول والتشخيصه، لكن الليزك ليس طريقة منهم رغم جاذبية الكلمة فعلا، إلا إن هي جريمة، أنا بعمل جريمة بإيدي كطبيب. نمرة اتنين، أنا كأب أو أم لطفل أنا بشارك في جريمة إن أنا وافق إن مهزلة زي دي تحصل، إن تعملوا ليزك في عينه مهزلة بكل المقاييس طبعا.
خلينا نفهم ايه هو الحول وازاي بنشخصه وايه الفرق بين الحول عند الكبار والاطفال وانواع الحول والطرق الحديثه في علاج الحول. نبدا كلامنا ايه هو الحول. العين دي سبحان الله منظومه دقيقه جدا متناغمه في الحركه بتاعتها. ربنا خلق لنا حوالين كل عين 6 عضلات بيحركوا العين في جميع الاتجاهات زي ما باين قدامنا في هذا الفيديو. العينتين مع بعض بيشكلوا منظومة واحدة، يعني لو أنا عندي حول في العين اليمين وجيت أعالجه بأيا كانت التقنية وليكن عملية مثلا، أنا طبيعي جدا أن أنا ممكن أعمل عملية في العين اليمين والشمال رغم أن الحول ظاهر عندي في الشمال بس. ودي حتة دايما بحب أذكرها في الأول كلامي. ليه؟ لأن هي بتعمل قلق رهيب عند الأهل. ليه؟ يقول لي أنا ابني عنده حول في العين الفلانية، ليه بنعمل عملية في العين التانية أو في العينتين مع بعض؟ هي منظومة متكاملة. طيب يعني إيه كلمة حول؟ أي خلل في هذه المنظومة ربنا خلق لنا مركز الإبصار عندي، لو أنا باصص على أي شكل قدامي مركز الإبصار بتاع العينتين بيقع على نفس النقطة. إذا حصل مفارقة بين مركز الإبصار اليمين والشمال بيبتدي يظهر عندي الحول. احنا عايزين برضو نجمل للناس مضاعفات ترك حالة حول بلا علاج. هندخل في كوارث. 1 sensory deprivation، واحدة واحدة العين بيبتدي يحصل فيها كسل 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 لحد ما بنوصل لدرجة إن العين لا تبصر. 2 مرحلة تانية من المراحل إن أنا خلاص العين اتعودت على الوضعية دي، لو حاولت إن أنا أصلحها بيحصل عندي ازدواجية في الرؤية، المريض مش هيتقبلها أساسا، يقول لك لا أنا أفضل بالحول بتاعي أحسن. وده كله كان ناتج عن فكرة إن أنا بس أهملت أو اتأخرت في العلاج بتاعي. 3 وهي الأهم من ده، وده كله حضرتك خايف من إيه؟ ما هو الكشف الطبي هيبين إذا هذا الطفل ممكن يتعالج بنظارة وتنتهي القصة. واللي أحلى من الاتنين، حضرتك رايح الكشف الطبي ممكن أقول لك والله حضرتك ده حوال كاذب، أنت زي الفل كويس جدا ما عندكش أي مشاكل خالص. فالشطارة هنا الحقيقة بتعتمد على الأهل، لازم يكشفوا على الطفل. الحول يظل حالة مرضية مهمة جدا جدا. ممثلين في السينما المصرية الحقيقة الحول أعتقد أنه لو كانت صحح كان حياتهم كلها تختلف. عبد الفتاح القصري أشهر يعني مشهور في الحول، الفنان الجميل رحمه الله جميعا المنتصر بالله، يعني برضو من المشهورين جدا. الشريف علي شريف الفنان الرائع جدا عمي. علي شريف ده من أنا من الناس، علي شريف ده قصة وموال ومحدش بيتكلم عنه كتير. علي شريف ده عبقري، علي شريف ده إنسان كمان غير أنه عبقري. هو عبد الفتاح القصري يقول له غريبة والمتصل بالله، 3 ناس على مستوى النفسي والإنساني لا دول يعني يحتاجوا دراسة. أنا بهتم قوي بالإنسان قبل أن يكون فنان، بهتم بكده. 3 كان عندهم حول وعاشوا حياتهم كلها بيه وما تعالجوش، لأن ده الجيل اللي ما كانش الحول بيتعالج فيه نهائي للأسف. بس احنا دلوقتي خلاص ليفل تاني خالص من العلاج. الحول ده النهارده ما قلناش بنعتبره مرض بس يتشخص صح. يتشخص صح. نورت وشرفت وأبدعت كالعادة ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة واحد من ميجا ستارز عالم العيون ومبدع في شرحه دايما الاستاذ دكتور محمد برافو، استشاري طب وجراحات العيون وزميل كليه الجراحيه الملكيه بانجلترا، المؤسس ورئيس مجلس اداره مستشفى بيرفكت فيجن لجراحات العيون والليزك، وعضو الجمعيه الاوروبيه لجراحات الشبكيه والجسم الزجاجي والجمعيه الاوروبيه لجراحات المياه البيضاء وتصحيح الابصار، كان ضيفي في واحده من ارقى حلقاتنا على الاطلاق في الناس الحلوه. خليكم مع الناس الحلوه.